The Houthis control much of, they control the north of the country, which is the most populous part of the country. Do they have popular support there? الواقع أن كل التقارير، تقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان، بتتكلم عن القمع الشديد التي تواجه النساء والأطفال والرجال والشيوخ في مناطق سيطرة الحوثيين. وأنتم تعرفون حتى المنظمات الدولية لم تسلم، التي تقوم بتقديم المساعدات للناس في مناطق سيطرتهم، يفرضوا عليهم أتاوات، والذي يرفض الأتاوات يدخلها السجن. وهذه تقارير أممية موجودة في الأمم المتحدة. قاموا بسجن الموظفين، موظفين تابعين للسفارات، ولا زالوا في السجون حتى هذه اللحظة. موظفين السفارة الأمريكية، موظفين بعض السفارات، لا زالوا حتى هذه اللحظة ويحملون الجنسية الأمريكية، موجودين في السجن حتى هذه اللحظة، ولم يحاسبوا على هذه الأفعال. هناك فعلا ضغط شعبي الآن على الميليشيات الإرهابية داخل مناطق سيطرتهم. هناك مطالب، لأنهم منذ 7 سنوات لم يسلموا مرتبات الموظفين. هم حصلوا فقط، وهذا تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة، حصلوا من بداية الهدنة حتى أول يناير الماضي، حصلوا من ضرائب المشتقات النفطية من ميناء الحديدة على 271 مليار ريال يمني. أين ذهبت هذه المليارات؟ ولم يصرفوا مرتبات للموظفين. يأخذوا هذه المبالغ المالية ويثروا على حساب دماء الناس وفقرهم، وفي نفس الوقت يسخروها للإعداد لمرحلة جديدة من الحرب. الدليل على عدم نيتهم والحرس الثوري في قضية السلام والتعاطي مع السلام، القوات الدولية في المياه الدولية في البحر العربي ضبطت السفن التي تحمل الأسلحة إلى الحوثيين. القوات الأمريكية استولت على مجموعة من الأسلحة، وأعلنت يمكن الولايات المتحدة أنها ستحولها إلى أوكرانيا. الفرنسيين، البحرية الفرنسية ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة في البحر. البريطانيين، Do you agree with that proposal to divert that shipment to Ukraine? نحن نطالب بتسليمها للحكومة الشرعية. نحن طالبنا بتسليمها للحكومة الشرعية. أعطونا فقط نموذج أو سنابل، لأنه المهربين هم سلموا لنا المهربين، طبعا بعضهم يمنيين من الميليشيات الإرهابية والتي تعمل معها، وحناهم إلى المحاكم الآن، والمحكمة طلبت مننا نماذج نقدمها كأدلة لهذه الجرائم أمام المحاكم، وفعلا أعطونا الأمريكيين بعض هذه النماذج.